La verdad que feliz de poder representar a mi país, pues من دواعي سروري أن أكون هنا معكم، وفي الحقيقة أنا سعيد بأن أستطيع تمثيل بلادي للمرة الثانية على التوالي. إنه حلم أن يتمكن المرء من خوض منافسات كأس العالم، وليس في متناول الجميع الحظوة بخوض مبارياتها، وأنا واحد من هؤلاء المحظوظين. وفي الحقيقة فإنني سعيد بأن أتمكن من تمثيل بلدي وأن يشعر كثيرون بالفخر وبالسعادة. نعم، في الحقيقة إنه يجعلني أشعر بفخر وسعادة عظيمين أن يقام المونديال في بلد عربي، لأنه بهذا يمكن أيضا للناس أن يروا شيئا من ثقافتنا ويعرفوا شيئا عن هويتنا نحن في العالم العربي. وكما قلت، فإنني أشعر بسعادة بالغة. أعتقد أنه سيكون مونديالا عظيما، حيث عمل أناس كثيرون كي يكون كل شيء جيدا وعلى أقصى درجة من الكمال. نعم، كنا هناك بضعة أيام في العام الماضي، وفي الحقيقة قمنا بزيارة بعض الملاعب، وقد قاموا بوضع أجهزة تكييف ضخمة فيها لأنهم يعلمون أنه سيكون هناك حر، وهناك القليل جدا من الملاعب في العالم التي تملك مثل هذه التجهيزات. وأعتقد أن هذه المرة ستكون ميزة بالنسبة لنا، لأنهم سيجعلوننا نشعر بالراحة ولا نشعر بحر شديد. تم تغيير المدرب والتغيير إلى ديناميكية مختلفة، ولدينا طاقة مختلفة ونشعر معنويا بتحسن كبير. المدرب أدخل طاقة إيجابية للغاية، واللاعبون متحمسون جدا. أعتقد أننا جاهزون بشكل جيد، والآن سنتجهز في هذه الأيام الأخيرة كي نصل في لياقة بدنية جيدة ولنعرف التفاصيل الأخيرة. وأعتقد أننا متحمسون كثيرا لعمل إنجازات كبيرة، ولكي نجعل كل الشعب المغربي فخورا وسعيدا بدورنا في المونديال. في الحقيقة أملنا هو أن نقوم بدور أفضل مما قدمناه في روسيا، والتي كانت المرة الأولى بالنسبة لكثيرين منا. أما الآن فإن هذه المرة ستكون المرة الثانية التي سيذهب فيها العديد من اللاعبين إلى المونديال، لهذا فإننا نعلم في هذه المرة ماهية هذه المنافسة، وأن نكون المنتخب المفاجأة إذا أمكن. هناك كثير من المغاربة في قطر، وهناك أيضا كثيرون يشترون تذاكر الطائرة للسفر من المغرب إلى قطر، سيأتون لرؤية المونديال، وهذا في الحقيقة يجعلنا سعداء وفخورين للغاية بأن كل الشعب المغربي يقف وراءنا وسيدعمنا، وهذا بالنسبة لنا مهم للغاية، سيشجعوننا كثيرا. وفي هذا المونديال سنحاول بذل قصارى جهدنا ليستمتعوا به وليكون مونديالا عظيما للجميع. نحن في مجموعة ليست بالسهلة، تضم منتخبات عظيمة، ولا يجب أن ننسى كندا أيضا التي تملك لاعبين كبارا، ولكننا نعلم نقاط القوة التي نملكها وأين يمكن أن ننتهز الفرص التي تسنح لنا، ويجب علينا أن نبذل أقصى جهدنا وانتهاز كل الفرص التي تتاح لنا لكي نحقق المفاجأة ونحاول الفوز بالمباريات. منتخب المغرب سيحاول الوصول إلى أقصى ما يمكن، وقبل كل شيء يجب التفكير في التأهل من دور المجموعات، ثم التقدم مباراة بعد أخرى ومحاولة الوصول إلى أبعد ما يمكن لنحقق المفاجأة.